متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. بعدما عاشت المملكة أحوالا جوية غير مستقرة وبحمد الله هطلت الخيارات في أماكن مختلفة من المملكة، يتوقع أن يحدث تراجع تدريجي على الأحوال الجوية غير المستقرة خلال هذا الأسبوع. نبدأ بيوم الأحد الذي تبقى به فرص الأمطار مرتفعة، الأمطار الرعدية طول الواجهة الغربية والمرتفعات الجبلية الغربية من المملكة، تشمل مرتفعات الطائف وربما مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات جنوب غرب المملكة مثل مرتفعات الباحة وأبها وعسير. أجواء حارة في المناطق الشمالية من المملكة، ظهور لبعض السحب والغيوم أيضا فوق مدينة جدة، درجات حارة في منتصف الثلاثينيات في المناطق الوسطى مثل العاصمة الرياض والمناطق الشرقية من المملكة. يوم الاثنين يتوقع أن تبقى مع تراجع فرص الهطول، لكنها تبقى في أقصى المناطق الجنوبية الغربية وفوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، أجواء حارة للغاية وفوق المعدلات المعتادة في كافة المناطق الشمالية الغربية والشمالية من المملكة، مثلا ترتفع في تبوك إلى 38 درجة مئوية، في مناطق الشمال 37، تكون في الرياض 36 درجة مئوية، في جدة 33 درجة مئوية، 35 درجة مئوية في المنطقة الشرقية مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية، و25 درجة مئوية متوقعة في جبال جنوب غرب المملكة. يوم الثلاثاء من المتوقع أن تبقى الأجواء حارة بعض الشيء في المناطق الشمالية، ولكن هناك فرص لزخات رعدية من الأمطار في الأجزاء الشمالية من المملكة نتيجة أحوال جوية غير مستقرة، تكون في المنطقة الشمالية 39 درجة مئوية وهي أجواء جدا أعلى مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، 37 درجة مئوية في تبوك، 33 درجة مئوية في جدة، تراجع لافت في فرص هطول الأمطار يوم الثلاثاء في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تسجل العظمى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، 37 درجة مئوية في مدينة الرياض و35 درجة مئوية في المنطقة الشرقية ومدينة الدمام. توالي درجات الحرارة ارتفاع في المنطقتين الوسطى والشرقية من المملكة، تسجل يوم الأربعاء درجة الحرارة في العاصمة الرياض 39 درجة مئوية والأجواء حارة، 36 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة في المناطق الشمالية من المملكة مع نشاط في سرعة الرياح وأجواء مغبرة وفرص لهطول زخات رعدية من الأمطار، تسجل 39 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 37 درجة مئوية في تبوك. تكون الأجواء أيضا أدفأ وأكثر حرارة من الأيام السابقة في جدة يوم الأربعاء، تسجل 36 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون 27 درجة مئوية في ساعات النهار في مرتفعات جنوب غرب المملكة، والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الخميس تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة في المناطق الشمالية، وتبقى فرص هطول الأمطار الرعدية واردة في تلك المناطق مع تراجع لافت على درجات الحارة عما كانت عليه خلال بدايات هذا الأسبوع، 33 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 34 درجة مئوية في تبوك، 31 درجة مئوية في مدينة جدة، 26 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، وتكون تقريبا ما بين 37 و 38 درجة مئوية في المنطقة الوسطى والشرقية مع أجواء أيضا حارة. نختم التوقعات لهذا الأسبوع بيوم الجمعة الذي يتوقع أن يحظى بأجواء أكثر استقرارا في مختلف المناطق الشمالية من المملكة بعدما كانت الأحوال الجوية بها غير مستقرة، في حين تعود فرص هطول الأمطار من جديد إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتبقى درجات حرارة تقريبا متشابهة ليوم الخميس. إذن هذه كل ما لدينا بشأن التوقعات الجوية لهذا الأسبوع في المملكة، نسأل الله يجعله أسبوع خيرا وبركة عليكم، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.